مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم بفقرتنا قبل العرض. طبعا دائما اعتدتوا علينا ناخذ الكواليس، بروفات الشباب واستعداداتهم لفقره العرض الاخير مع زياد الشهري. اكيد الشباب مستعدين اجمل استعداد. لا عبد الله ما تطلع عشان لا تروح. اكيد الشباب انهم قاعد يستعدون اجمل استعداد، يحاولون يبعدون التوتر اللي فيهم. اليوم طبعا والايام الجايه كل مالها تصعب المرحله، والمراحل الاخيره اكيد انه صعبه، يعني ما بقي 24 يوم اكيد انها كل مالها تصعب. انا متاكد يا باظ لو تلف الصوره اللي صار اللي هو احمد رحيم وعبد الله الشهراني وسعد الشهري، انا متاكد ان واحد منهم راح يطلع اليوم على صورهم اللي حاطينها اليوم. انا متاكد انهم راح يشرفونا اليوم يعني بكل حب. احساسي وتعرفه يا باظ اكيد. صحيح؟ عبد الله تعال ابغاك. هلا عبد الله، هلا 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 وسهلا. هذا شباب شغال المايك معي؟ شغال ممتاز. اوكي الله يعطيكم العافيه. ابي شغلنا سبيكر عشان نعرف. عبد الله كيف امورك؟ اه كاميرا كل شيء زين. ليش يوم بديت تبغى تطلع؟ والله انا رايح ولا حركات اني عشان بديت قدام الكاميرا ابغى امشي. المخرج قال لي صوت عيال وتعال. من العيال؟ باقي ريان. ترى يسمعونك شغال السبيكرات. ريان وبسام تعال بسرعه بسرعه. طيب اوكي كيف استعداداتكم اليوم؟ والله كل شيء زين. وش دورك؟ عقاب. وش دور عقاب هذا؟ وش يسوي عقاب؟ مسرحيه بدويه ان شاء الله ما نحرق. بدوية بس مضحكة شوي وفيه رسالة هادفة للمجتمع. الله يقوي. مني معك التيم؟ مشعل عنزي، واحد الشمري، سياف الحاثي، ريان العامري، بسام السيف، عبدالله شليب. يلا بالتوفيق الله يوفقكم. ندخل جوا يا بعضا نشوف استعدادات الشباب. يلا مشعل خلك معي جوا باك. يلا هذا كيف يا بعضا يفتح الحين معلش.